ننمي فينا المدارك للفايز الله يبارك ونقول له مبروك عليك. أثار بعد الأماجد قلاع حصون ومساجد نسألكم نسرد مشاهد مبروك مبروك عليك. ننمي فينا المدارك للفايز الله يبارك ونقول له مبروك عليك. أثار بعد الأماجد قلاع حصون ومساجد نسألكم نسرد مشاهد مبروك مبروك عليك. المحرقيره مجيده بوابة أرض السعيده هات الإجابة الأكيدة ونقول مبروك عليك. محافظة المهرة درة شرق اليمن تعتبر واحة يستريح فيها الزائر ليستمتع بأريج الماضي ويتطلع إلى عبق المستقبل المشرق بثقة. الرؤوس البحرية فيها تتعانق وقمم الجبال، بيئة نظيفة بدون مكياج، حباها الله بجمال أخاذ وأتقن سبحانه وتعالى صنعه في تكوينها الجغرافي والبري والبحري. المهرة محافظة غنية بتاريخ موغل في القدم وموروث حضاري وثقافي فريد من نوعه يحكي مختلف المراحل والحقب التاريخية التي عاشها أبناء هذه المنطقة، وهناك عدد هائل من المواقع الأثرية والمناطق التاريخية التي ذكر أغلبها في كتب المؤرخين والباحثين اليمنيين وكذلك الرحالة المستشرقين، إضافة إلى مناطق السياحة الصحراوية في حات وشحن خاصة الأجزاء الجنوبية منها. أما مناطق السياحة البيئية فأهمها منطقة حوف الخضراء ومحميتها الطبيعية وغابتها الفريدة التي توصف بأنها مركز التنوع الحيوي والواحة الضبابية في الجزيرة العربية. وتشتهر سواحل المهرة بالرؤوس البحرية المتعانقة وامتداد طولي لبعض الجبال إلى وسط البحر في منظر طبيعي أبدعه الخالق. ومن أشهر تلك الرؤوس البحرية رأس فرتك، رأس نشطون، رأس الفنطاس. وتشتهر محافظة المهرة بأشجار اللبان وصناعة البخور ونشاط تجاري متميز لكونها الشريان الرئيسي لتجارة اليمن مع بعض دول الخليج العربي، ويشكل ميناء نشطون حركة تجارية في صيد وتصدير الأسماك. وتسكن أبناء المهرة الروح الطيبة ولا يزال فيهم نبض للماضي بكل ما فيه من عادات حسنة، ويجد الزائر الحيرة وتمتلكه الغرابة حينما يلتقي لأول مرة بأبناء المهرة، حيث يسمع أول عباراتهم الشهيرة خبور خبور خير. أهلا هاي خبركم السلام عليكم خبور هاي أم هاي كيف حال أم هاي حال لي أم هاي الحمد لله يا هاي سهلة. قد تهجز عن التفسير لمعنى الكلمة، لكنهم سرعان ما يخبرونك أن المهريين حينما يلتقون ببعضهم أو مع زائرهم تكون أول كلماتهم هي تلك. وعندما نبحث عن معنى الكلمة نجدها تعني كيف الحال أو إيش أخبارك وعلومك أو أهلا وسهلا. وحظيت الإبل المهرية باهتمام الشعراء الذين عبروا عن صفاتها خلال قصائدهم واشتقوا منها الصور البلاغية الجميلة،
وحول قوة الإبل المهرية وصفاتها، تزعم العرب أن فحولا من الإبل المتوحشة أو الحوشية إبل الجن ضربت في إبل لمهرة بن حيدان فنتجت النجائب المهرية التي لا يكاد يدركها التعب، وهي تسبق الخيل، وقد زاد بعضهم في صفاتها فقال لا يعادل بها شيء في سرعة جريها وعدوها من كرام الإبل. والفنون الشعبية عنصر أساس تقوم بممارسته جميع الشرائح القبلية، وتختلف هذه الألعاب من حيث الطريقة في الاستعراض. ومن الرقصات الشعبية المعروفة في المهر الكبارة، وهي اللعبة الأكثر شعبية في منطقة سيحوت، توارثها أهل المنطقة، وتقام في عيد الأضحى، وتشمل رقصات شعبية جميلة وقصائد، وكلما اقترب العيد يزداد الحديث عنها، وهي تراث أصيل وعادات وتقاليد فلكلورية قديمة توارثها الأبناء عن الأجداد. أعزائي المشاهدين الكرام، أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم مبروك عليك. أعزائي المشاهدين، في مديرية قشن بإحدى مديريات محافظة المهرة، أقف الآن وخلفي تماما هذا الحصن التاريخي الجميل، حصن مسمار. أعزائي المشاهدين، هذه الحلقة هي جزء من تلك الحلقات التي نخصصها من أجل هذه المواقع التاريخية الجميلة والأثرية في كل مديريات محافظة المهرة. في مستهل هذه الحلقة لكم مني أجمل تحية، آملا أن تقضوا أوقات طيبة في متابعة فقرات هذه الحلقة. هودانا دانا ويلي من عجبس ويلي ودانا دان هودانا دانا من عجبس احت ويلا ودان هودانا دانا عجبس بار دفت ودانا دان هودانا دانا من عجبس احت ليلا ودان. أين يقع حصن مسمار؟ أين يقع حصن مسمار؟ أين يقع حصن مسمار؟ مديرية مديريات المهرة بشكل عام، يعني في الغيطة؟ ساعدني شوية. أين يقع حصن مسمار؟ حصن مسمار ساعدني ساعدني. طيب ما بش اختيارات. مضافة إلى مجموعة حصون تقع في مديرية من مديريات محافظة المهرة. بالغيض أو يعني بالبادية ولا بحصوين. نسألك السؤال الثاني، السؤال الثاني إن شاء الله يكون حظك طيب وموفق في إجابة هذا السؤال. اسم حفص يطلق على الأسد، وحفصة على الضبعة والضبعة، يعني وكانوا لقب عمر بن الخطاب بأبو حفص، يعني بهذه الأسماء. طيب أم حفصة على من تطلق؟ أم حفصة اسم يطلق على طير من الطيور التي تربى. نعم لا تسمع إجابات من برا، اعتمد على نفسك. طير من الطيور اللي نعامة تربيها أنت؟ النعامة. تربي نعام في البيت؟ لا. طيب لا تسمع إجابات من برا. نعم. طير من الطيور التي تربى. تربى الدجاجة. الدجاجة والإجابة صحيحة. إجابة صحيحة. نعم، أنا قلت لك لا تعتمد على إجابات خارجية. الإجابة صحيحة كانت طير من الطيور التي تربى. أنت تربي نعام؟ ربي الدجاجة. طيب النعام طائر كبير جدا، مش معقول تربيه في البيوت. طيب تربي الدجاجة، والدجاجة هي من تحمل اسم أم حفصة. إجابة صحيحة. إجابة صحيحة. تبقى لك السؤال الثالث، إذا جاوبتيه تستحق الجائزة. إن شاء الله. ما جاوبتيه تسقط. لا الجائزة، لأنه أنت السؤال الأول ما جاوبتيه. لا إن شاء الله. طيب كم عدد الغزوات التي غزاها الرسول صلى الله عليه وسلم؟ كم عدد الغزوات التي غزاها الرسول صلى الله عليه وسلم؟ كمان اعطيك خيارات. اعطيك خيارات. سبعة ولا تسعة
ولا 13؟ 13. لا تعتمد إجابات من برا. 7 ولا 9 ولا 13؟ 7. متأكدة من إجابتك إنها 7؟ لا 7. متأكدة من الإجابة؟ 13. 7 ولا 9 ولا 13؟ أعطينا إجابة نهائية. 7. أنا كنت أتمنى إنك تجاوبي وتشاركي معنا، للأسف الشديد خسرتي معنا الجائزة، وإحنا كنا نتمنى حظ أوفر لك. حصن مسمار يقع في أعتقد في مديرية قشن. يقع حصن مسمار في مديرية قشن. متأكد من إجابتك؟ إن شاء الله. إيش اللي خلاك يعني تقول إنه يقع في مديرية قشن؟ مرت علي المعلومة هذه أعتقد. حصن مسمار يقع في مديرية قشن، إحدى مديريات محافظة مهرة، والإجابة صحيحة. إجابتك صحيحة. طيب السؤال الثاني يقول، السؤال الثاني يقول، تعرف أنت شوف هو معك سؤال ثاني مشان تفوز معي. تعرف أنت اللي هي ملكة النحل، تسمع للنحل. ملكة النحل. أيوة. متى تضع بيضها؟ وكم بيضة تضع في كل مرة؟ ملكة النحل تضع البيض أعتقد بحوالي ما يقارب 100,000 بيضة. 100,000 بيضة؟ أيوه بهذا الحدود. ما متى تضعها يعني 100,000؟ متى تطرح 100,000؟ في يعني في بعد اسمه تضعها بعد بعد عملية بعد عملية ايش؟ بعد عملية الاخصاب. تضع ملكة النحل بيضها بحوالي 100,000 بيضة بعد عملية الاخصاب. من اجابتك؟ ان شاء الله. اجابة بعيدة وخاطئة. تبقى لك سؤال واحد فقط حتى تحصل معي على الجائزة. سؤال واحد فقط ان شاء الله يكون سهل. طبعا انت تعرف انه المادة اسمها مادة الفازلين. هذه المادة تستخدم كثير في الادوات التجميلية وفي الصيدليات يعني. من اين تستخرج هذه المادة؟ من اين تستخرج؟ من اين يتم استخراج هذه المادة؟ خاصة انه احيانا يعني هي مجالاتها مجالات طبية يعني وتجميلية. اعتقد هي تستخرج من الشحميات. الشحميات بالضبط من يعني من الدهون. من فين بالضبط يعني من الدهون؟ الشحميات الدهون من اين يعني؟ من اعتقد من يعني من الماشيه يعني. قصدك يعني يتم استخراج ماده الفازلين من شحوم الحيوانات قصدك؟ ايوه شحوم الحيوانات. متأكد من إجابتك؟ إن شاء الله. الإجابة هذه هي ستحدد ما إذا أنت فائز أو خاسر معنا في الله. لكن في الأخير أنت مش خاسر، أنت معنا كسبان بحكم أنك يعني ظهرت معنا وأيضا شاركت، وسيكون لك شرف المشاركة. حياك نرحب فيكم. الحيوانات؟ شحوم الحيوانات. إذا كانت الإجابة على السؤال الأول تتعلق بحصن مسمار، وكانت الإجابة في مديرية قشن. والإجابة بالنسبة للسؤال الثاني أي من أين يستخرج مادة الفازلين وهي شحوم الحيوانات. أعزائي المشاهدين، إجابة على هذا السؤال، السؤال الأول صحيح، أين يقع حصن المسمار؟ وهو في مديرية قشن، إحدى مديريات محافظة المهرة. وبالنسبة للسؤال الثاني، من أين تستخرج مادة الفازلين الذي يستخدم كثيرا في الأدوات التجميلية وفي الصيدليات يعني في الأغراض الطبية؟ وكانت الإجابة من الحيوانات، وللأسف الشديد إجابة خاطئة. أتمنى أنك توفق معنا في الإجابة. السؤال الأول يقول، أين يقع حصن مسمار؟ هنا في قشن. فين؟ إيش مكان؟ في صلالة. أيوة في مديرية قشن في ما؟ في مديرية قشن في منطقة صلالة. يا سلام. يقع حصن ايش؟ المسمار. مسمار او يسموها تسميات طيلم مديون. الاسم القديم طيلم مديون.
جميل. اذا اجابه للسؤال الاول، اين يقع حصن مسمار وكانت الاجابه؟ في مديريه قشن منطقه صلاله. كانت الاجابه في مديريه المسيله، في مديريه قشن. اجابه صحيحه، اجابه صحيحه، اجابه صحيحه لهذا السؤال. وهذا باقي لكم سؤال، باقي لكم سؤال عشان تفوزوا معي الجائزه. وله الاسئله عباره عن ثلاثه اسئله، اذا اخطأتم معي بالسؤال هذا بنسالكم السؤال الثالث حتى تعوضوا معي، السؤال الثالث حتى تعوضوا معي. كم يشرب القمل لترا من الماء دفعة واحدة؟ كم يشرب؟ كم لترا من الماء يشرب القمل؟ أنتم أصحاب المهرة مشهورين مع الجمال، المهرة فيها الإبل، فيها الإبل، بس أكيد معلومة تسمعوها. كم يشرب القمل لترا من الماء؟ حوالي 4 لتر أو 5 لتر. لا يشرب واجد، أكثر أكثر. لا أكثر. 60 كم؟ 60 ولا 30 30 اعطيتي اجابه كم؟ 60. من وين جبتي هذه الاجابه 60؟ عشان ترفعي العدد يعني ولا عشان ارفع؟ انت قلت وايد طلعت يعني عشان رفعتي من العشرة الى 30. ما هي جاوبت اصلا، جاوبت يعني ما تشيش اجابته من بين 30. انت مش موافقه على الاجابه؟ الا واثقه فيها. طيب بس انا قلت لها، سالتها قلت لها كيف جاوبتي هذه الاجابه؟ قالت رفعت العدد الى 60. رفعت العدد الى 60 يعني الان الاجابه هي 60 تقريبا. حوالي طبعا هو يشرب القمل على حسب العطش، هو مش مقرر 60 بس على حسب عطشه يشرب، من يشرب حوالي 60 يحتفظ حوالي يشرب حوالي 30 الى 60، حوالي 60 لتر. وإجابة موفقة وسليمة، ولكن كانت إجابتها لأن هي رفعت العدد، رفعت العدد إلى 60 وتوفقت بالإجابة. السؤال الثالث، السؤال الثالث يقول ما هو الحيوان، بعطيكم خيارات، ما هو الحيوان الذي ينام وعينيه مفتوحة شبه مفتوحة؟ هل هو الثعلب أم الماعز؟ الثعلب أم الماعز؟ الثعلب. الثعلب متأكدة من إجابتك؟ لا 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 مش الثعلب. لا لا الماعز. الماعز زيه. الماعز ينام وعينيه شبه مفتوحة، يعني كأنه يغفو، وأي صوت خفيف يوقظه. هو الماعز. متأكدة من إجابتك؟ الطالبة تقول لا. متأكدة من إجابتك؟ الإجابة صحيحة، الإجابة صحيحة. طيب كم ينام الماعز ساعة؟ كم ينام؟ ما ينام بالساعات الا ينام ساعات. كم ينام يعني نوم متقطع بس كم باليوم كم ينام؟ زودتها انت لابس. لا 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 هو نفس السؤال بس كمعلومه للمشاهد الكريم. حوالي 3 ساعات او ساعتين. زودي انت. حوالي 8 ساعات ينام الماعز، 8 ساعات. اعزائي المشاهدين من هنا ومن هذا المكان حصلنا على اجابات. كان السؤال الاول يتعلق باين يقع حصن مسمار واجابت عليه الاستاذه. اسمك؟ فاطمه. فاطمه الجدعي. فاطمة بأن السؤال الإجابة هي في مديرية قشن منطقة مسمار. أمان صلالة. جميل. مديرية قشن. وكان السؤال الثاني هو كم يشرب القمل لترا من الماء وكانت الإجابة جاوبت عليها برضو الأستاذة فاطمة وكانت الإجابة 60 أكثر من حوالي 60 لترا لأن رفعت الإجابة إلى 60 لترا وكانت الإجابة موفقة. وحصلنا على إجابة السؤال الثالث من الأستاذة سوريا الحامد. سوريا وكانت متعلقة بالحيوان الذي ينام وعينيه شبه مفتوحة، وطبعا هو ينام 8 ساعات ويوقظه أي صوت خفيف، وكانت الإجابة الماعز. الماعز إجابة موافقة صحيحة وتستحق معي الجائزة. والجائزة قدرها 10,000 ريال مقدمة من محافظة المهرة، من محافظة المحافظة. مبروك عليكم الجائزة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أين يقع حصن مسمار؟ في قشن. والله متأكد؟ متأكد. أين يقع حصن مسمار؟ في قشن. في قشن. مديرية قشن هذه المديرية التاريخية ل أكيد 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 ومن الحصون التاريخية أيضا. ومن الحصون التاريخية. جميل جميل. إجابة بالنسبة للسؤال الأول إجابة صحيحة. طيب عشان
تفرح ونفرح كما هي التصفيق الآن يعني. إن شاء الله. لا باقي لك سؤال. إن شاء الله. باقي سؤال، ما معنى يعني الفرق بين الكلمات؟ أنا بجيب لك كلمات وتقول لي. القصد والقصد. القصد هو يعني الإشارة إلى الشيء بذاته، تخصيص الشيء القصد. هذا القصد. يقصد حاجة يعني يشير إلى حاجة أو يقصد. ليس القصد، القسط. القسط هو والقسط. القسط هو الحظ. وهناك أيضا القسط. القسط. القسط هو العدل. القسط العدل. إيه. نعم. القسط هو العدل. إن الله يحب المقسطين. عيد ما. إن الله يحب المقسطين. القاف مكسورة هنا. القسط. القاف مكسورة. القسط هو العدل. القسط هو العدل. القسط. هو العدل. الكسر. ايوه. ايوه ولكن القسط بالفتح. القصد هو تعيين الشيء. القصد. يعني صراحة مش متأكد. القسط والقسط. والله مش متأكد من القسط هذه، مش متأكد. القسط. أقصده. أقصده مو معناه مش عارف صراحة. لأنه القسط هو العدل. صح. لكن القسط بالفتح والقسط بالضم. القسط. القسط. القسط يعني القسط هو على ما اعتقد انه هو يعني الاحتفاظ بالشيء. لا. لا. سألك سؤال ثالث. تفضل. سؤال ثالث. سؤال ثالث. اسماء من اسماء اللصوص قديما كانوا يطلقوها العرب. اسماء من اسماء اللصوص. هناك الطرار وهناك اللص وهناك السارق وهناك الخناق. ماذا كان يعمل الطرار وماذا كان يعمل السارق وماذا كان يعمل اللص وماذا كان يعمل الخناق؟ اول شيء اللص هو من يعني يختفي او يعمل بالسر اللي سرقته وسلب اشياء الناس. هذا بشكل عام يعني بشكل عام. أي. لكن يعني ايش كان وظيفه طيب الطرار؟ الطرار هو يعني الشحات او الذي يطلب او يعني لا هو لص، هو لص بس ايش كان وظيفته؟ يصلح ايش؟ الضر يتحايل على الناس. كيف تحايل على الناس؟ لا كان يسرق بس بطريقه يعني. ايش كان يسرق؟ كيف كان يصلح؟ يعني ينتشل نشال. الطرار كان ينشل الناس. جميل جميل. طب غيره ايش ثاني؟ هذا معاك معاك قدام قدام معاك السارق ومعاك اللص معاك الخناق. يسرق الناس في غيابهم. السارق يسرق الناس يعني يستولي على اشياء الناس من دون علمهم. هذا السارق. لا لا كيف كلهم يسرقوا الناس ده يعني بس يعني الطرار قلت ينشل الناس. هذه انا معك. ايوه يعني النشل ده يعني في الزحام يعمل على نشل. لكن فصل لي الباقي. الخناق. طيب الخناق هو الذي يا اخي ياخذ حقوق الناس خفيه. هذا المعنى العام للسارق. اللص. أيوة. السرقه. المعنى العام للسرقه ان تاخذ مال خفيه من مكان محرز. اي لا انا اشتي العرب. أيوة. العرب كان الخناق. ايش خناق معك؟ السارق واللص. السارق ولا يعني السارق الشخص الذي يسرق. طيب اللص. اللص. اللص هو الحرامي الذي ياخذ اموال الناس بغير حق. كلهم ياخذوا اموال الناس بغير حق ولكن هذه اسماء كانت تطلق. طيب طيب حاول معنا يعني جاوب لي على الخناق. الخناق. الخناق هو الذي ياخذ يسرق الحيوانات او ما اشبه بذلك كذا. انا صراحه عجبت بسؤالك باجابتك للسؤال الاول اللي كانت تتعلق بحصن مسمار وكانت الاجابه صحيحه في مديرية قشن. إجابة رائعة وصحيحة ولكن السؤال الثاني أخفقت والسؤال الثالث أخفقت. إحنا نريد إجابات كاملة لهذه الأسئلة. أتمنى لك حظ أوفر إن شاء الله. إن شاء الله. فرصة معك. الله يحفظك. الله يعطيك الصحة والعافية. في مديرية قشن الحي 6 يونيو العزلة صلالة. ما شاء الله إجابة سديدة حصلنا عليها لهذا السؤال من هذا الموقع ومن هذا المكان. بالنسبة للسؤال الذي يقول أين يقع حصن مسمار وكانت الإجابة أو ما يسموه طيلم مديون.
وكالة الإجابة يقع حصن مسمار حصلنا عليها من الأخت. اسمك؟ سلمى سالم بعباد. الأستاذة سلمى سالم بعباد، وكانت الإجابة حصن مسمار يقع في مدريد كشن الحي 6 يوني العزلة صلالة. يا سلام، ممتاز جدا، إجابة صحيحة، ولكن تبقى لك سؤال مشان تربحي معنا. مستعدة للسؤال الثاني؟ السؤال الثاني سهل، سهل جدا بإذن الله تعالى، ولكن أحتاج منك قليل من التفكير، قليل من التفكير. السؤال يقول، وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا، ما معنى القاسطون؟ القسط. السؤال هذا فيه خيارات، بعطيك أنا خياراته. هل القاسطون أو القسط طبعا هي الظلم أم العدل أم الرائحة الكريهة أو الطيبة؟ هل يحمل القاسطون القسط؟ وأما القاسطون فكانوا، يقول الله تعالى، فكانوا لجهنم حطبا. فأي من الخيارات الثلاثة سيكون هم القاسطون؟ جيب الخيارات. العدل، الظلم، الرائحة الكريهة. الظلم. الظلم، متأكدة من إجابتك؟ القاسطون وإجابة لهذا السؤال وهم الظالمون. الظالمون، إجابة صحيحة، وأنت ربحانة معي. وقبل ما نقول لك مبروك عليك، بسألك السؤال الثالث، السؤال الثالث حتى نتأكد من نوع من الترفيه ونتأكد من معلوماتك. السؤال الثالث يقول: الدب القطبي معروف عايش في القطب المتجمد، وطائر البطريق عايش برضه في القطب المتجمد، عارفهم صح ولا لا؟ لماذا لما نسمع يوما من الأيام أن الدب القطبي افترس طائر البطريق؟ ليش ما سمعتيش انه يعني لم نسمع لا انا ولا انت ولا حتى المشاهد الكريم انه الدب القطبي افترس طائر البطريق؟ يمكن نفسهم نفس المكان اللي يعيشوا فيه. يا سلام، ممتاز، اجابه رائعه وموفقه وسديده، لانهم ليسوا في نفس المكان، الدب القطبي يعيش في القطب الشمالي بينما البطريق يعيش في القطب قطبين جنوب. ممتاز، إجابة سديدة حصلنا عليها من الأستاذة من؟ سلمى سالم بعباد. الأستاذة سلمى سالم بعباد، ونقول لك مبروك عليك. جائزة قدرها 10,000 ريال مقدمة من محافظة المهرة، من محافظة المحافظة، مبروك عليك الجائزة. أين يقع حصن مسمار؟ حصن مسمار في محافظة المهرة. أكيد في محافظة المهرة، بس فين؟ في مديرية قشن. متأكد من إجابتك؟ مديرية قشن. متأكد من الإجابة؟ متأكد. ليش ما يكونش في مديرية ثانية؟ لا، في مديرية قشن، لأن أصل بني مسمار في مديرية قشن. يقع حصن مسمار في مديرية قشن، وإجابة صحيحة. باقي لك سؤال آخر. السؤال يقول: العرب زمان يعني كانوا يطلقون تسميات على اللصوص. اللصوص كانوا معروفين بتسميات معينة، فكان واحد من اللصوص يطلقوا عليه الطرار، واللص الثاني يطلقوا عليه السارق، واللص الثالث يطلقوا عليه اللص، واللص الرابع يطلقوا عليه الخناق. لكل من واحد من هذه اللصوص، الطرار والسارق واللص والخناق، دور في السرقة، يعمل شغلة معينة، ما يدخلش يعمل الشغلة الثانية، شغلته حاجة، هذا شغلته شيء وهذا شغلته شيء والآخر شغلته شيء آخر. ماذا كان يعمل الطرار؟ اللص الطرار. يطوف على البلاد. حتى من الاسم يعني. لا، ماذا كان يعمل اللص الطرار؟ أول مرة أسمعه. حاول. الترصد. الطرار الترصد. طرار؟ الترصد. 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 لا. الطرار، ماذا كان يعمل لص الطرار؟ طيب، قاطع الطريق. لا. هذه قاطع الطريق وظيفة لص آخر. لكن أنا سألتك
على الطرار. تجميع، التجميع، تجميع اللصوص. قبل. طيب اسالك سؤال ثالث. لا ما في خيارات هذا. السؤال الثالث، السؤال الثالث اقول ايهما اخترع اولا؟ خليك معي مركز تماما. ايهما اخترع اولا؟ الغواصة، الدبابة، الطائرة، ايهما اخترع اولا؟ الغواصة، الدبابة، الطائرة. الغواصة. الغواصة اخترعت قبلهم كامل. طيب لا تكون واثق من اجابتك بحيث ان انا اعتمد اجابتك. الطائرة، الطائرة، الطائرة. بعدين الطائرة اول شيء، وبعدين الدبابة، اخر شيء الغواصة. الطائرة، الدبابة، الغواصة، هذا هكذا الترتيب، هكذا الترتيب. الطائرة، الدبابة، الغواصة. متأكد من الإجابة؟ متأكد. الإجابة لهذا السؤال كنت أتمنى أنها تكون صحيحة، إجابة خاطئة، لأنه الأول الغواصة بتكون في البداية، الغواصة بتكون لأنها 1891 بتكون هي الأولى وليست الطائرة. بعدين بيكون معاك بعد الغواصة الطائرة اللي هي عام 1903، بعد عام 1891 1903 صعوديا، بعدين 1914 اللي هو اختراع ايش؟ دبابة. هكذا كانت الإجابات وهكذا هو الترتيب، ولكنك أخفقت في الترتيب، وبإخفاقك في الترتيب يكون السؤال الثالث انتهى. ليش السؤال الثالث راح؟ راح عليك. السؤال الثاني، السؤال الثاني راح، السؤال الاول جاوبت عليه، السؤالين راحوا عليك. انا كنت اتمنى ان توفق معنا في اجابه هذه الاسئله حتى تربح معنا الجائزه، ولكن اقول لك حظ اوفر ان شاء الله. الله يعطيك الصحه والعافيه. يلا يلا نشارك ننمي فينا المدارك، للفايز الله يبارك ونقول مبروك عليك. أثار بعد الأماجد قلاع حصون ومساجد، نسألكم نسرد مشاهد، مبروك مبروك عليك. ننمي فينا المدارك، للفايز الله يبارك ونقول له مبروك عليك. أثار بعد الأماجد قلاع حصون ومساجد، نسألكم نسرد مشاهد، مبروك مبروك عليك. ومن المهرة لعدن معكم أعزائي أينما كنتم، وحلقتنا في العاصمة المؤقتة عدن، ومعنا الأسئلة والجوائز، ومنتظرين يكون معنا فائزين في هذه الحلقة عشان نقول لهم مبروك عليك. خلونا نبدأ هذه الحلقة المميزة من برنامجنا الرمضاني مبروك عليك، ونشوف كل الوجوه الطيبة والناس الطيبة في عدن. طيب نشوف من يحب يشارك معنا. شوف من يحب يشارك معنا. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الحال؟ الحمد لله تمام. وأنا أخونا وزميلنا. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا فيك. الله يسلمك. كيف الحال؟ الحمد لله تمام. الله يسلمك. أنا حابة إنك تعرف الناس عليك. أهلا وسهلا. عبد الرحمن أنيس، صحفي محافظة عدن. أهلا وسهلا فيك عبد الرحمن. كيف الأحوال؟ الحمد لله بخير والله. عبد الرحمن، طبعا نحن برنامجنا رمضاني عبر قناة عدن الفضائية. معنا ثلاثة أسئلة، مطلوب تجاوب على سؤالين على الأقل من أصل الثلاثة أسئلة عشان تفوز بجائزة مالية مقدمة من قناة عدن الفضائية، بالتحديد هي من محافظ محافظة المهرة، هدية للناس الطيبة في عدن. أطرح الأسئلة عبد الرحمن. تفضلي تفضلي. طيب السؤال الأول عبد الرحمن، طبعا بما أنه نحن في برنامجنا نتكلم على معالم المهرة،
السؤال الأول بيكون عن المهرة، والسؤال يقول أين يقع حصن مسمار وهو من الحصون القديمة المشهورة في المحافظة، أين يقع بالتحديد، في أي مديرية؟ والله ما أعرف بالضبط، لكن هل هو في نشطون؟ في حوف، في الغيضة، يعني عبد الرحمن حافظ أسماء المديرية. طيب كمل. أعرفها كذا، في الغيضة، في نشطون، حوف، لكن ما أدري صراحة الحصن بالضبط فين يقع، ما أعرف. طيب بعطيك خيارات، بما أنه عبد الرحمن يعني ما شاء الله عارف، هو طبعا إعلامي وصحفي أكيد عارف أسماء المديريات في محافظة المهرة. أنت قلت، أنا بعطيك أسماء مديريات ثانية، تمام؟ هل في حاد أو في قشن؟ في قشن. قشن؟ قشن. متأكد؟ توقع كذا. توقع كذا؟ إن شاء الله. سمعتش من قبل عن هذا الحصن؟ إلا بس ما في تحديدا ما قد طلعت على المعلومة فين يقع بالضبط. هو صح موجود في مديرية قشن هذا الحصن المشهور في محافظة المهرة، وكذا نكون جاوبنا على إجابة وسؤال. باقي لنا سؤال، لو جاوبت عليه كمان بتفوز بالجائزة المالية. السؤال يقول، قال الله تعالى وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا، ما معنى القسط اللي هو فتح القاف والقسط والقسط؟ القسط هو العدل بكسر القاف، والقسط أعتقد هي نقيض المسلمون، إن الآية تقول أن منا المسلمون ومنا القاسطون، فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. أتوقع أنها نقيض الإسلام، يعني بتكون مقصود بها. طيب أنت قلت أولا القسط اللي هو بكسر القاف اللي هو العدل، طيب معنا القسط اللي هو بفتح القاف القاسطون كما تقول الآية، أنت قلت هي نقيض المسلمون، لا إنما وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا، يعني أعتقد إما يقصد بها الكافرون أو المشركون، يعني هو نقيض الإسلام، لأنه الآية حددت وأن منا المسلمون ومنا القاسطون. أما القسط الجزء أو القسم من شيء معين، ربما الإجابة هي يعني مش صحيحة 100% عبد الرحمن، بس شوف القسط العدل، القسط اللي هو من الآية القرآنية اللي هم القاسطون، هو مش عكس يعني المسلمون، لأنه عكس المسلمون الكفار، لا فاسقون أو ربما الظالمون، بس أنا أقصد الآية تقول منا المسلمون ومنا القاسطون، هم الظالمون. طيب معنا باقي القسط، القسط العدل، القسط الظلم، القسط. القسط هو الجزء من شيء معين. الإجابة الأولى كانت صحيحة اللي هي عن محافظة المهرة، بعطيك بالجزء الأخير من السؤال الثاني، هل بيكون القسط معناه الرائحة الطيبة أم الرائحة الخبيثة؟ القسط يا الرائحة الطيبة يا الرائحة الخبيثة. توقع الرائحة الطيبة. رائحة طيبة. متأكد عبد الرحمن؟ إلى حد ما. طيب القسط الظلم، القسط العدل، القسط الرائحة الطيبة. الرائحة الطيبة، ومبروك عليك. مبروك عليك عبد الرحمن، فعلا الإجابة صحيحة وتفوز معنا بمبلغ مالي، طبعا هو هدية من محافظة المهرة. شكرا لك، رمضان كريم وكل عام وانت بألف خير انت وأسرتك. إن شاء الله، ألف رمضان كريم على كل الزملاء في قناة عدن، كل عام وانتم بخير. بألف خير. حصن مسمار هو في محافظة المهرة، وهو من الحصون المشهورة في محافظة المهرة. سؤالي هو في أي مديرية بالتحديد؟ حصن مسمار. مسمار الله شاء. ما ردتش عليك من قبل المعلومة؟ لا. المهرة فين تقع؟ في اليمن. في اليمن، يعني
يعني محافظة من محافظاتنا، والحصن موجود في واحدة من المديريات في محافظة المهرة. حافظ المديريات. طيب بعطيك السؤال الثاني. السؤال الثاني يقول: قال الله سبحانه وتعالى: وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. ما معنى القسط، القسط، القسط؟ هذا سؤال في القرآن الكريم. حرقة بس تركينا، ماش عارف الله. حاول ماشي الله عشان تفوز معنا بالجائزة. ماشي الله ماش عارف. طيب شكرا لك، رمضان كريم وكل عام وانت بألف خير. برنامجنا عبر قناة عدن الفضائية أطرح عليكم ثلاثة أسئلة، تجاوبوا على سؤالين من أصل الثلاثة أسئلة وتفوزوا معنا بجائزة مالية مقدمة من محافظة المهرة. سؤالنا الأول والأهم هو عن معلم من معالم المهرة، بما أنه برنامجنا يتكلم عن المعالم التاريخية في محافظة المهرة. من الحصون المشهورة في المحافظة حصن مسمار، أين يقع حصن مسمار بالتحديد في محافظة المهرة؟ في أي مديرية؟ عندكم فكرة؟ مرت عليكم من قبل هذه المعلومة؟ مهرة نعرف أنه مهرة باليمن، نعرف مهرة، بس هل المعلومة ما مش موجودة؟ لا. طيب أسألكم السؤال الثاني. السؤال الثاني يقول: قال الله سبحانه وتعالى: وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. ما معنى القاسطون؟ ما معنى القسط؟ ما معنى القسط؟ معنى القسط، القسط، القسط. من الآية الكريمة. يعني كافر. كافر. يعني الكافرون. لا. لا ما عرفتش. القسط، القسط، القسط. لا ما فيش. لا. طيب شكرا لكم، رمضان كريم وكل عام وانتم بألف خير. سعيدة اني تعرفت عليكم. شكرا. حصن مسمار من الحصون المشهورة في محافظة المهرة، في أي مديرية بالتحديد يقع هذا الحصن؟ سمعتيش أبدا عن مديريات محافظة المهرة؟ أبدا. طيب أعطيك السؤال الثاني يمكن تجاوبي عليه بشكل صحيح. السؤال يقول: قال الله سبحانه وتعالى: وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. ما معنى القسط، القسط، القسط؟ القسط معنى القسط هو بفتح القاف، القسط بكسر القاف، والقسط بضم القاف. عشان أوضح لك أكثر، القسط يمكن هم الفاسقون أو الكافرون أو يعني الخارجين عن دين الله. يعني قربت الإجابة نوعا ما، حاولي. شكراً. شكراً. طيب شكراً لك، رمضان كريم وكل عام وأنت بألف خير. وأنت بخير. السؤال الأول يقول: حصن مسمار هو من الحصون المشهورة في محافظة المهرة، بس في أي مديرية بالتحديد يقع هذا الحصن؟ حديبة. ما رحناش المهرة بصراحة، والمهرة قد لها فترة يعني شو يقولون ما مش واضحة على الله إلا من هذه. أنا عارفة الشهور. عارفة انه اكيد في محافظات يمكن تكون هي بعيدة عن عدن، بس هذه معلومات عامة عن محافظات في الجمهورية. في تقصير من الجهات المعنية، انما توريش يعني في المناطق هذه ما توريش المكلة كيف اللحظة المهرة، يعني ايش عاداتهم تقاليدهم وايش كذا وايش ما فيش نجهل، ونحن منطقة واحدة. هذا دور الإعلام، وهذا دور الإعلام إنه يعرف بهذه المناطق وهذه المحافظات في بلادنا. يعني لازم إنه الإعلام يكرس الضوء على هذه المحافظات وهذه المناطق عشان كل الناس تعرفها وتكون عندها معلومات. السؤال الثاني يقول: قال الله تعالى: وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. ما معنى القسط، القسط، القسط؟ قسط في البضاعة حقه. تقول: وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. تمام. ما معنى القسط، القسط، القسط؟ لكل كلمة معنى.
طيب نبدا مثلا بالقسط اللي هو بفتح القاف، ايش معناها؟ العدل او الحق. العدل. الربا. الحق. القسط هي ايش؟ قسط. فتحه بالفتحه. فتحه ايوه. للأسف ما عندي شيء. عموما أنا أشكر، شكرا لكم وشكرا لمشاركتكم في البرنامج. رمضان كريم، كل عام وأنتم بألف خير. طيب إن شاء الله بخير يا رب. في الغيظة أو خوف؟ لا. كذا نذكر كل المديريات. أفكر وأعطوني اسم مديرية واحدة موجود فيها هذا الحصن. الغيظة. طيب ننتقل للسؤال الثاني. السؤال الثاني يقول: قال الله سبحانه وتعالى: وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. ما معنى القسط؟ القسط. القسط. آسف. القسط. 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 معنى؟ معنى القسط. القسط. آه. القسط، كسر القاف والقسط. لا والله اسفين. شكرا لكم، كنت سعيدة جدا بالتعرف عليكم. رمضان كريم وكل عام وانتم بألف خير. وانت بألف خير. اذا هكذا اعزائي كانت هذه كل الاجابات اللي تحصلنا عليها من الجميلة عدن. بالتأكيد يوم غد ان شاء الله بتكون معنا حلقة جديدة ومعلم تاريخي واثري جديد في محافظة المهرة، وكمان أسئلة وجوائز في الجميلة عدن. خليكم معنا. هذه تحياتي أنا ياسمين منير، إلى اللقاء. يلا يلا نشارك ننمي فينا المدارك، للفايز الله يبارك ونقول له مبروك عليك. أثار بعد الأماجد، قلاع حصون ومساجد، نسألكم نسرد مشاهد. مبروك مبروك عليك. ننمي فينا المدارك، للفايز الله يبارك ونقول له مبروك عليك. أثار بعد الأماجد، قلاع حصون ومساجد، نسألكم نسرد مشاهد. مبروك مبروك عليك. المهرة ديرة مجيدة، بوابة أرض السعيدة، هات الإجابة الأكيدة ونقول مبروك عليك.